بانطلاقة آخر أشواط الحفل 61 لسباقات الفروسية السعودية على هدية نادي الفروسية السيارة، إضافة إلى مبلغ 60,000 ريال. تجتمع في هذا الشوط 13 رأس تمثل الأفراس المنتجة محليا عمر 3 سنوات. الانطلاقة تبدأ فوها في المركز الأول الأفراس المشاركة 13 رأس تسعى لنيل هدية نادي الفروسية في الشوط الرئيس في الحفل 61 لسباقات الفروسية السعودية. فوق في المركز الأول شمعة رماح في المركز الثاني، محاولات أيضا لكنا للتقدم وتحسين موقع في المركز الثالث، أيضا غلافات في المركز الرابع، وأيضا محاولات عند الله، وأيضا محاولات من المفروقة للتقدم. مشاهدين الكرام الصدارة من الداخل لفوق في المركز الأول، محاولات التقدم تأتي من شمعة رماح وأيضا من كنا وأيضا متألقة، ومحاولات غرفات من الخارج. الصدارة كما نتابع مشاهدين الكرام بعد اجتياز الأفراس علامة 800 فوق منذ الانطلاقة في المركز الأول، محاولات الدخول الآن من ريتال في المركز الثاني. ريتال تتقدم مشاهدين الكرام مع تقدم شمعة رماح وأيضا كنا. المنعطف الأخير الخط المستقيم، ريتال تبدأ الزحف الآن على فوها لأخذ الصدارة والمركز الأول. فوها وريتال، ريتال تتقدم، ابنة المنجز للصدارة والمركز الأول، ابنة المنجز تبتعد، ابنة المنجز للمركز الأول. محاولات الدخول من المفروقة وشمعة رماح أيضا من عند الله، والصدارة واضحة لريتال. ألف ألف مبروك لمالك ريتال الإسماعيلي.